السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تطبيق 6 هاء، القانون الأول للديناميكا الحرارية للصف 11 علمي. المسألة 3، كمية من الماء كتلتها 2 كيلو جرام حفظت عندها حجم ثابت في قطر تغذية تزود بالحرارة بواسطة سخان، ترتفع الطاقة الداخلية للنظام بمقدار. إذن هذه الطاقة الداخلية إلا أن القدر غير معزولة حراريا، ما مقدار الطاقة المنتقلة من السخان إلى القدر على شكل حرارة بشكل كامل إذ يتسرب من الطاقة إلى الهواء المجاور؟ إذن هذا المتسرب دلتا يو متسرب ويساوي 2.0 × 10³ جول. إذن الباقي ويساوي 8.0 × 10³، حيتسرب نطرح منها المتسرب، بيكون الباقي عبارة عن 8 ناقص 2.6 × 10³ جول. المسألة 4، تحول غلاية محرك بخاري 155 كيلو جرام من الماء بشكل تام إلى بخار. إذن الكتلة كتلة الماء 155 كيلو جرام من ماء إلى بخار، يلزم العملية انتقال من الطاقة كحرارة. إذن Q وتساوي 3.5 × 10³ جول، أي من الطاقة كحرارة. إذا بذل البخار المتسرب من صمام أمان كذا جول، إذن الشغل يساوي 1.76 × 10⁸ جول. لدى تمدده في اتجاه الخارج، فما التغير الناتج في الطاقة الداخلية؟ لنظام الماء بخار، إذا نحن عندنا القانون الديناميكا الحرارية الأول بهذا الشكل، 3.5 × 10⁸ ناقص الشغل 10⁸ كله جول جول، الجواب بيكون 1.74 × 10⁸ جول. نكون خلصنا المسألة.